سلام ساكن. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العريش. إذا مباشرة بطبيعة الحال من حي الوفاء اللي تقريبا أزيد من 890 أسرة مهددة. معنا السيد الدراوي بطبيعة الحال اللي غادي يوضع لنا في الصورة وغادي يشرح لنا بطبيعة الحال علاش هاد الناس وهاد الساكنة ديال 890 الساكنة ديال حي الوفاء اللي ما يقارب تقريبا 890 منزل مهددين. السلام عليكم السيد الدراوي، عليكم السلام ورحمة الله تفضل. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من رسول الله، أما بعد، أخوكم محمد دراوي من مدينة العرائش حي الوفاء، رئيس جمعية بنو سينا للتنمية. نحن يعني على ما يزيد آخر مدة ديال من بعد ما صدر الحكم ديال حي الوفاء اللي كان فيه النزاع ما بين المجلس البلدي والسكان اللي كانوا في واحد الوقت في ساكنين في هذا حي الوفاء. وهذه المدة الأخيرة يعني الحكم كانت تبدأ من 1990، وين الحمد لله دي واحد 7 سنوات تنفذ لصالح المجلس البلدي. من بعد مجلس يعني البلدي المحكمة حكمت لصالح جماعة العريش. جماعة العرائش، من بعد ما كانت الجماعة العرائش في 1980 تقريبا، 1980 80 كانت يعني باعت هذه الأرض للعمران، وبقات يعني باعت العمران، وين واحد الطرف اللي فيه 890 سكن كان في النزاع، بقى معلق يعني بالحكم اللي كان يعني مع الجماعة. من بعد ما تنفذت الحكم يعني من وصلنا للتحفيظ، 98 كاملين باقيين يعني ما محفظينش، منهم فيلات، منهم سكن تجاري، منهم اقتصادي، يعني حتى شي دار ما محافظة. ما محفظة شي. دابا اللي بغى يمشي يحفظ دارو شنو غادي يدير؟ لا ما يمكنش، يخص زي يعني يعني المحافظة طالبة يعني خصها تقريبا 100 مليون خصها تخلص اللي ما بين البلدية والعمران. واحد 6 قطارات كاينه في الوفاء، وجوج قطارات كاينه في الكوديه، اللي على الكوديه محسوبه على حساب الجماعه، و6 قطارات محسوبه على العمران. المحافظه من مشينا كان يعني كنطالبوها باش يعني تسرع بهاد يعني بهاد الملف ديال التحفيظ. قلت لك انا ضروري، انا كنعرف في البلديه ما كنعرفش العمران، حيت الحكم في البلديه، ولو البلديه باعت العمران. كمل. مؤخرا يعني جلسنا بفضل واحد العامل السابق اللي كان يعني لح على ان الاجتماع تحضر فيه المحافظه وتحضر فيه الماليه وتحضر فيه يعني العماله والعمران والساكنه ديال الحي الوفاء، اللي خرج يعني المدير ديال الماليه على ان فصل يعني ديك جوج قطارات ديال الكوديه اللي على حساب الجماعه، واحد جوج ديال يعني واحد 20 مليون، 30 مليون هو هذاك جوج قطارات، وواحد 60 مليون على حساب العمران. في واحد الوقت البلدي العمران حطت الفلوس ديالها، وانما البلديه يعني جماعه تماطلت، خرج واحد القرار وتغش به الرئيس السابق على ان الاملاك ديال الجماعه ما كتحب خارج التحفيظ، خرجت وانما هي ماشي ما كتتعمش على الجزيئات والسكنات، الحدائق حدائق طبيعة الحال، حدائق العمومية العمران هزت الفلوس ديالها. مؤخرا البلديه حطت الفلوس والعمران دابا كتماطل علينا، دابا المشكل عندنا في العمران. يعني العمران ما بغاتش تحط الفلوس العمران درنا واحد الطلب للسيد العامل، العماله كتبت للعمران هذه مده ديال شهرين
ما كيجاوبوش يعني ما جاوبوهمش العمران. وتواصلت انا مع واحد يعني مسؤول من العمران اللي كان كيعمل معنا الاجتماعات مرارا وتكرارا مع يطلق، قال لك انا ما مسؤولش بهذا الشيء بهذا الملف هذا. انا استغربت ما عرفناش في عين التجؤ. ودابا كنطلبوا من السلطه العليا كسيد العامل والمحافظ يعني ديال المدير ديال الرباط، المهم خصنا نشوفوا شي حل نهاد يعني نهاد التحفيظ، لحقاش كاين ناس اللي عندها عقارات يعني خصها كريدي، كاين اللي خصو يبيع بواحد الثمن ما كتسوالوش يعني البقعه ديالو ولا السكنه ديالو. كنطلبوا من هاد يعني المسؤولين الكبار يعني كالسيد العامل ولا المحافظ ديال الكبير ديال الرباط ولا والمدير الكبير ديال العمران على ان يحل لنا هذا المشكل ديال الميزانيه اللي خصها تتحط ديال العمران. شكرا. حاج تفضل الحاج، ما باغي تقول؟ اللي غادي نقول راه قالوا السي محمد انت بحكم على الحاج انك مشيتي جريتي وما خليتش. وهذاك جريت حتى ملي جريت حتى انا وقفت على الحكم هذه 10 سنين وأربعة سميتها هي البلدية تصلت الحكم وكذا وكذا أنهم بيقولوا لك هكا بيقولوا لك هكا وهذه 7 سنين دابا من 2015. دابا أنت ما قدرتش أنك تحافظ الدار ديالك بطبيعة الحال. ما يمكنش أش غادي نعمل لا 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 بيع لا شراء لا يعني كل شيء واقف. كل شيء واقف. هذا الشيء اللي كان هاتي معقول نمشي للعمالة أقول لك أنا كتبت لهم نجي لهذا تمشي عند العمر شنو يقولوا لك تمشي عند العمر؟ نقول ما داخلينش السوق كاع ما مسوقينش هما ما مسوقينش هذا اللي كاين يلعبوا بعباد الله والصلاة على النبي. واخا شنو هي المطالب ديالك عمي الحاج؟ شنو كطالب؟ يحفظونا حاجة واحدة يحفظونا هذه الأرض دابا حتى المحافظة خاسرة فحط تدخل فلوس ما طبيعة الحال طبيعة الحال وما فهمناش هاد البشر كيفاش يخدموا. انتم عندكم مشكل في العمران ان العمران ما بغاش هذيك العمران ما بغاش تعمل حتى حاجة خاصها تدخل ما تخرج خاصها تدخل الفلوس وما تخرج ما تخرج هذا اللي كاين واش غادي اكثر من هذا. شكرا الله يرحم والديك.